ام محمد معانا من مصر، اتفضلي يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا محمد، اتفضلي تسلمي. اقتصاد يا استاذ احمد البلد زي الفل، ده البلد زي الزفت والطين والهباب الاسود. اقتصاد احمد يا استاذ احمد البلد زي الفل في ايه؟ البلد زي الفل في ايه؟ ده البطاطس النهارده ب 35 جنيه يا استاذ احمد. البطاطس النهارده ب 35 جنيه، انا مش عارف هو ماسك فيها ليه؟ انا مش عارفه هو ماسك فيها ليه؟ ماسك فيها ليه هو لما هو مش عارف يديرها ولا يهددها وخلاها في اخر الدنيا كلها وخلاها اوسخ بلد وانقص بلد واخفر بلد وبلد وحشه قاعد فيها ليه؟ قاعد فيها ليه؟ بيقول لك اللي هيقرب من الكرسي هسليه. طب انت مش عارف تعلم، انت اللي بتقول انا مش عارف اعلم. قاعد فيها ليه؟ صابت فيها ليه؟ مش عارف تعالج، قاعد فيها ليه؟ مش عارف تاكل، قاعد فيها ليه؟ مش عارف تسكن، قاعد فيها ليه؟ ماسك فيها بايدك واسنانك ليه؟ بتقول اللي هيقرب من الكرسي ده هفنيه من على وش الدنيا ليه؟ ليه؟ لما هي كده وحشه كده وما فيهاش حاجه وبشبه دوله وعرت كتفها ولا ما اعرفش ايه اللي انت بتقوله القذاره اللي بتحبك دي، ماسك فيها ليه؟ بايدك واسنانك ليه؟ البلد اللي هي مزبله ديت واخدها وتقول خدوا دي، هي اللي ركبت طيارات، هي اللي ركبت اسخن طيارات، وانت مش لاقي تاكل وتلفت بقالها 10 سنين فيها ميه، هي اللي لبست بنتك المظاف، هي اللي عايشت عيالك في اللي هم فيه، هي اللي عايشت مراتك في اللي هي فيه، هي اللي خلتها، هي اللي خلت مراتك جابت انتكات بس ولا تعب بس ب 3 مليار الا 100 الا 100، امال اتفرس بكام القصر ده بقى؟ امال اتفرس بكام؟ لما هي ما فيهاش وفيها 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 ولا فيها علاج ولا فيها، يا جماعه احنا عايزين دوانة، يا جماعة عايزين دوانة، يا جماعة يخور في 60,000 مصيبة ده، يا جماعة ده ايه اللي مقعده؟ ايه اللي مقعده خربها وبهدلها؟ عمال يدور على المصانع ويعطل الناس، عمال يدور على صيد السمك ويعطل الناس، عمال يدور على الشرك اللي هو يلاقيه ويعطل الناس، الناس جاعت والناس قعدت من غير شغل والناس مش لاقية تاكل والناس اتعرت فعلا والناس اتبهدلت على قدوم الفقر ده، على قدوم الفقر ده ناس. يعني شكرا يا محمد. شكرك جدا عشان تتيح فرصة لآخرين، تحياتي ليكي.